بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة، قامت إدارة النقل البحري التابعة لوزارة الخدمات العامة بإزالة عدد من السفن المهملة في منطقة عشيرج. نعم، وكانت إدارة النقل البحري قد رصدت عددا من القطع البحرية التي أهملها ملاكها في منطقة عشيرج منذ فترة طويلة، الأمر الذي تسبب في حدوث تلوث بيئي هناك. حفاظا على البيئة البحرية من التلوث في رأس عشيرج ضمن حدود جون الكويت باعتباره محمية طبيعية، وزارة الخدمات العامة المواصلات تزيل السفن القابعة في شواطئ عشيرج من خلال تقطيعها وتحويلها إلى أجزاء خالية من الزيوت المضرة بالبيئة. تحرص وزارة المواصلات إدارة النقل البحري للمحافظة على البيئة البحرية في دولة الكويت، وبما أن جون الكويت مثل ما أنتم شايفين هي تعتبر منطقة خاصة يحظر فيها رمي الزيوت ويحظر فيها رمي النفايات من السفن، فكان لابد من عندنا احنا كإدارة النقل البحري توجه دائما الى مثل هذه المناطق للتأكد من السفن اذا كانت هي ملتزمة بالمعايير والاشتراطات الدولية والاشتراطات المحلية تفاديا لاي عملية تلوث تحصل داخل الجون او في المياه الكويتية بشكل عام. تواجد لعدد من القطع البحرية التي أهملها ملاكها في منطقة عشيرج والسفن منذ فترة طويلة، حيث أن إهمالها وركنها على الشاطئ ساعد على تحويلها لقطع سكراب غير قابلة للاستخدام وتؤدي إلى تلوث بيئي في حال عدم إزالتها. أجرانا نقوم بالتفتيش المفاجئ على قطع متواجدة في منطقة عشيرج الدوحة للتأكد من خلوها من مشتقات النفط والزيوت تمهيدا لتقطيعها بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة. يتم تفريغ الزيوت المتواجدة فيها للتأكد من عدم تلوث البيئة البحرية. قطاع النقل البحري بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية بمباشرة أعمال إزالة السفن الموجودة في تلك المنطقة تمهيدا لإعادة تأهيل الأماكن المتضررة. عايشة المديني، تلفزيون دولة الكويت.